اللي يريد أن تتيسر أموره عليه بالإيمان بالله والإخلاص له وتوحيده سبحانه وتعالى. اللي يريد تتيسر أموره عليه بالدعاء، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللي يريد تتيسر أموره عليه بأكل الحلال ويبتعد عن الحرام، يبتعد عن الحرام. اللي يريد تتيسر أموره عليه بتقوى الله عز وجل. اللي يريد تتيسر أموره عليه بكثرة الصدقة. اللي يريد تتيسر أموره عليه بكثرة الاستغفار. اللي يريد تتيسر أموره عليه بمساعدة الناس وأن يقف معهم في الآلام والآمال، يفرح لأفراحهم ويحزن لأحزانهم. اللي يريد تتيسر أموره يبر والديه ويكون عند قدميهما ويبرهما. اللي يريد تتيسر أموره يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يريد تتيسر أموره يصلح نيته وطويته ويحمل سلام في قلبه للناس، ما يحمل حقد وغل وحسد. اللي يريد تتيسر أموره يصبر على اللأواء والشدة والبلاء، لأن هذا طريقة الأنبياء وطريقة الصالحين، وأنه ليس على كل حال أن الإنسان يريد أن أموره دائما تكون تتيسر. هذه في الجنة، هذه الجنة التي نعيمها دائما وظلها، هذه الجنة التي لا حزن فيها ولا نصب ولا وصب ولا عناء ولا مرض ولا موت. الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض. بعض الناس الآن يقول: كيف أنا أصلي وأصوم وأقوم الليل وأقرأ القرآن، ليش أبتلى؟ كأنه يحاكم الله عز وجل، كأنه يختبر ربه جل وعلا. ومن قال لك بأن المؤمن لا يبتلى؟ بل أهل الإيمان هم أكثر الناس ابتلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك بعض الناس الآن يقول: يا أخي أنا كيف أنا أعبد الله وأصوم وأصلي وكذا وتأتيني الأمراض والابتلاءات والفتن والأحزان، وكأنه يريد أن يحاسب ربه جل، وما يدري بأن هذه الابتلاءات خير له. والله إن أهل العافية يوم القيامة يتمنون أنهم كانوا من أهل الابتلاءات ومن أهل البلاء، لما يرون من مما عليه حال أهل الابتلاء، يمشون وما على يمشون وليس عليهم خطيئة. نقاهم الله، نقاهم، يأتون يوم القيامة ما عليهم خطيئة ولا ذنب، يدخلون الجنة بغير حساب. ها، ولذلك يتمنون يقول: يا ليتنا ابتلينا، يا ليت قرضت جلودنا بالمقاريض فنصبر حتى ننال هذا الأجر.